ترامب يتوعد باستهداف سوريا بصواريخ ذكية، وروسيا ترد، ما السيناريوهات المتوقعة؟ عشرات القتلى بتحطم طائرة عسكرية جزائرية شمالي الجزائر، ما أسباب هذا الحادث؟ والحادي عشر من أبريل اليوم العالمي لمرض باركنسون، ما سبب تسميته وما أعراضه؟ مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. وخلال ساعتنا الإخبارية سنتابع: شاب سوري يتغلب على المصاعب في باريس بالطبخ. امتحنت الطبخ من اكثر من 22 سنه، اليوم الحمد لله بنافس اهم شيفيه موجودين بفرنسا بعالم الجاسترونوميك، الاكل الفرنسي، شيفيه معهم ميشلان ستار، بنعمل نحن وياهم كولبريت، بنعمل منيوهات فرنسيه سوريه، بشتغل مع اهم وكالات بالعالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن على روسيا الاستعداد للصواريخ الأمريكية القادمة إلى سوريا. ترامب ذكر في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أن إدارته ستوجه ضربة إلى سوريا باستخدام صواريخ جديدة وذكية، وأن على روسيا الاستعداد لهذه الصواريخ القادمة إلى سوريا، مؤكدا أن موسكو يجب أن لا تكون شريكا لمن يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك. من جهته قال النظام السوري إنه غير متفاجئ من التصعيد الأمريكي الذي وصفه بغير المنطقي والطائش. وذكرت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري أن واشنطن تستخدم أكاذيب وادعاءات لاستهداف سوريا وأنها غير متفاجئة من التصعيد الأمريكي. في هذا الأثناء ذكرت قوى المعارضة السورية أن قوات النظام تقوم بنقل الآليات العسكرية في مطار حما كإجراء احتياطي خشية استهدافها بصواريخ أمريكي. اعترضت القوات الجوية السعودية ثلاثة صواريخ باليستية فوق أجوائها أطلقها الحوثيون في اليمن الأربعاء، وفق ما أفاد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي. وكان المالكي قد صرح أن منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها رصدت جسما غير معروف باتجاه مطار أبها الدولي، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره. ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض أكاديمي والمحلل السياسي والكاتب بصحيفة الرياض دكتور حمدان الشهري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور حمدان. هل نعرف تفاصيل أكثر غير ما ذكر بآخر يعني أخبار وصلتنا أنه ثلاثة صواريخ وتم اعتراضها طبعا وكانت مستهدفة مطار أبها؟ ما أي معلومات ممكن أن أعرفها من حضرتك إضافية؟ أهلا بكم، مساء الخير. في الواقع حتى الآن لم يصرح ويذكر بشكل تفصيلي عن المعلومات، ونستطيع ان نفيدكم معلومات اكثر ما هو معروف، لكنه نعرف انه امتداد للممارسات الحوثيه العدوانيه واستمرار لمحاولات ان يردون، يعني يحاولوا لا يستطيعون الرد على ارض اليمن، لانه تعرفين هناك تقدم في عديد من الجبهات وخصوصا في صعدة كثير من التقدم، وهم يخافون كل يوم، ولذلك يحاولون ان يرسلوا هذه الصواريخ. هذه من جهه، من جهه اخرى يريدون ان يقول انه كل ما يتعرض له، وطبعا نحن تعرف السياسة اليوم متشابكة، ستكون هناك توجه ضربات أمريكية ذكرته قبل قليل في نشرتكم على سوريا. سوريا طبعا فيها إيران، وإيران هي تريد أن ترسل رسالة، أيضا نفس الرسالة ترسلها للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية حتى ذكر الأمير محمد بن سلمان جاهزة حتى لمشاركة مع صحيح إذا اقتضى الأمر. الحاجة. نعم اقتضى الأمر. إذا نتحدث عن أنه هناك تشابك، لكن دعني أؤكد أنه بمجرد يعني أن تبدأ الضربات على سوريا سترى موازين في المنطقة تتغير، ليس فقط في سوريا أو في لبنان بل حتى في اليمن. لماذا؟ لأنه سيكون هناك الصمت سينتهي وستبدأ مرحلة جديدة وسيبدأ استخدام القوة، لأنه الحديث عن السياسة والحديث عن أنه يكون هناك تسويات خلاص انتهى وقته، فات أوانه. الحوثي لا يفهم، إيران لا تفهم إلا الضربات، وعليهم الاستعداد، نقول عليهم أيضا الاستعداد. سينعكس بشكل كبير على ممارسات الحوثي، خاصة ما أنه الضربة التي ستغير كل الموازين كما قلت دكتور حمدان بالمنطقة مش بس بسوريا. إيران ضالعة هناك طبعا كحليف رئيس مع روسيا، وإيران ضالعة أيضا في اليمن وهي من يدعم الحوثيين
ويمدهم بكل هذا المادي، الدعم المادي والمعنوي وما إلى ذلك. طبعا لا شك إيران القاسم المشترك للشر، إن كانت في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، في أي مكان، هي موجودة دائما ودائما موجودة بصماتها على كل هذه الممارسات العدائية والإرهابية. لذلك سيكون حسابها في أكثر من مكان، لكن أذنابه، أنا أتحدث عن الحوثي وغيرهم، نعم، يعرفون أن مرحلة الصبر انتهت وصار هناك حساب أو استخدام لطريقة معينة مختلفة، أقول استخدام سلاح بشكل يختلف. لماذا؟ لأنه أعطي المهل وحاولنا كثيرا، ثم تجرأ الحوثي وتجرأ إيران باستخدام هذه الصواريخ البالستية. اليوم نتحدث عن تقريبا 110 أو 111 صاروخ باليستي وجه إلى الرياض، وهذا أعتقد لن يكون هناك ضبط نفس بمثل دولة تقوم به مثل ما قامت به المملكة العربية السعودية. الحساب فقط، كنا يعني كانت المملكة تعد مع حلفائها يوم، على ما قال يوم موعود، وهو هذا اليوم الموعود الذي ستواجهه إيران وحلفائها، وسيكون رد يقتضي بما بالأعمال بمواجهة وبموازي للأعمال الإرهابية التي قامت بها إيران وغيرها. نعم، سنتابع معكم دائما نحن الأوضاع عن كثب. شكرا دكتور حمدان الشهري، الأكاديمي والمحلل السياسي والكاتب بصحيفة الرياض، شكرا. إلى اليمن، حيث شن طائرات التحالف العربي اللي طبعا من تقريبا نفس الملف الأربعاء سلسلة غارات على مواقع يتمركز فيها أفراد من تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وفق ما أفادت مصادر محلية. استهدفت الغارات التي تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها قوات النخبة الحضرمية في فبراير شباط الماضي مواقع للتنظيم بين وادي عمد وبالمحافظة، وتمكنت قوات النخبة الحضرمية خلال الأسابيع الماضية من السيطرة على وادي المسني الذي يعد من أهم معاقل تنظيم القاعدة في المحافظة. أمهل البنك المركزي الإيراني كل من بحوزته أكثر من 10,000 يورو أو ما يعادلها من العملة الصعبة حتى تاريخ 20 أبريل نيسان الجاري ليبادروا إلى إيداعها لدى المصارف الإيرانية أو لبيعها. جاء ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية والتي قضت بتوحيد أسعار صرف الدولار الأمريكي عند 4,200 تومان بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق العملة الصعبة. تصاعد الحرب الكلامية بين أمريكية وروسيا بسبب الأوضاع في سوريا، ماذا يحدث بعد الفاصل؟ أهلا بكم من جديد. رصدت صور الأقمار الصناعية تحركا أمريكيا قبالة سوريا في وقت تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا، والتي كانت قد تعهدت بإسقاط جميع الصواريخ التي ستطلق لضرب النظام السوري ردا على الهجوم الكيماوي في دوما. تقارير إعلامية قالت إنه تم رصد طائرة استطلاع بحري أمريكية فوق المتوسط قبالة سوريا، يشير إلى أن أمريكا بدأت الاستعداد لتنفيذ وعدها. اشتعلت المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا حول سوريا على الجبهة العسكرية وعلى مسرح مجلس الأمن على خلفية الجريمة الأخيرة للنظام السوري حين استخدم الكيماوي في دوما، ما رفع احتمالية المواجهة العسكرية مع إصرار واشنطن مدعومة بموقف أوروبي حازم على ضرورة الرد على هذه الجريمة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل عبد الكريم جلمود. تدريجيا تتصاعد التهديدات الأمريكية ضد النظام السوري وحليفيه روسيا وإيران منذ الضربة الكيميائية التي استهدفت مدينة دوما بالغوطة الشرقية والتي قتل على إثرها العشرات خنقا وأصيب مئات آخرون. في أحدث تصاعد لتلك الأزمة، تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا مغردا على حسابه في تويتر أن إدارته ستوجه ضربة إلى سوريا باستخدام صواريخ جديدة وذكية، وأضاف أن على روسيا الاستعداد للصواريخ القادمة إلى سوريا، مؤكدا أن موسكو يجب أن لا تكون شريكا لمن يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك الفعل. تهديدات ترامب تلك قوبلت بالرد من الجانب الروسي الذي جاء على لسان المتحدثة باسم خارجيتها ماريا زخاروفا أن على واشنطن توجيه الصواريخ نحو من وصفتهم بالإرهابيين وليس النظام السوري. وتساءلت زخاروفا عن إن كانت الفكرة تتمثل في العمل سريعا على محو أي آثار لأدلة استخدام الكيماوي المزعوم عبر ضربات الصواريخ الذكية تلك،
مضيفة أن أي قصف على سوريا يعد جريمة حرب. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدوره كان قد نشر على حسابه على تويتر في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء قائلا إنه أصبح واضحا أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا، مضيفا أن فرنسا تبحث مع حلفائها لتوجيه ضربة على سوريا خلال الأيام القادمة، فيما يبدو أنه إشارة إلى مشاركة فرنسية في ضربة عسكرية على أهداف سورية. جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء الثلاثاء بشأن الهجمات الكيماوية التي تعرض لها المدنيون في دوما لم تسفر عن نتائج إيجابية بعد رفض قرارين لروسيا واستخدام هذه الأخيرة حق الفيتو ضد قرار أمريكي يقضي بتشكيل لجنة لتحقيق في استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية. عبر الهاتف من جدة معي دكتور هشام مروى عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. بعد تصريحات تغريدات اليوم، ماذا أضاف هذا لتوقعاتكم فيما يتعلق بالضربة، توقيتها، أهدافها، مدتها؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. الواقع يعني تصريحات خصوصا تغريدة الرئيس الفرنسي تشير إلى توفر قناعة عند الجانب الفرنسي وبالتالي حلفاء فرنسا المتمثل في الأمريكان والإنجليز البريطانيين بأنه سيكون هناك إجراء ما ضد الأسد بسبب الهجوم الكيماوي، يعني أنهم تبينوا استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية في دوما وبالتالي هذا يجعلهم عند استحقاقاتهم التي عربوا عنها. نعم. متى يكون ذلك وكيف يكون ذلك؟ الحقيقة هذا أمر لا يمكن التكهن به ولا يمكن توقعه، كما تعلمين هذه مسألة تخضع لاستمارات عسكرية وتوقيتها وفاعليتها أيضا بعد اعتبارات. نعم، يعني كسيناريوهات عن ماذا نتحدث اليوم دكتور هشام؟ يعني مثلا كيف ستختلف هذه عن ضربة شعيرات؟ نيكي هيلي أكدت بأنه ستكون أكبر وأقوى. ضربة شعيرات كانت مباشرة، اللي كانت قبل عام مباشرة بعد ضرب خان شيخون بالكيماوي من قبل النظام السوري. ما السيناريوهات على الأقل المطروحة هذه المرة؟ لنبدأ بالأهداف. يعني الواقع حسب ما تم رفضه من أخبار تأتي من هنا وهناك، بنك الأهداف الذي المتوقع أن يكون مستهدف من قبل الضربة فيما لو تحققت هو أولا وعلى درجة كبيرة هو يعني مراكز إعداد الأسلحة الكيماوية أو المراكز التي انطلقت منها هذه الأسلحة، هذا أمر على درجة عالية من الأهمية وأكثر توقعا. الشيء الثاني أن تكون هناك توجيه ضربات لجهات عسكرية مؤثرة ولقوى عسكرية مؤثرة بحيث أيضا تكون رسالة جادة لمنع النظام من تكرار هكذا ضربات. طيب، ستختلف الأولويات الأهداف وفق البلد؟ يعني فرنسا أصلا أعلنت والهدف اللي ذكرته حضرتك بأنه هي التي إذا ما شاركت وكانت هذه الضربة ستستهدف أماكن الكيماوي تابعة للأسد، لن يشمل هذا حلفاء الأسد أي مواقع تابعة لهم إيران وروسيا؟ الواقع يعني ستتجنب الضربات بالتأكيد توجيه الضربات إلى روسيا أو إلى المواقع الروسية وكذلك قدر الإمكان تتجنب الآخرين من حلفاء الأسد أقصد الفرنسيين إن كان المقصود الإيرانيين، أما بالنسبة للأمريكان فالإيرانيون نعم هم أهداف هم تماما كما هم الأهداف الكيماوية أو عناصر النظام السوري. الأمريكان يعني لا يتورعون بالعكس هم قصفوا ومستعدين لقصف أماكن يكون فيها إيرانيون، العبرة هي بتوجيه الضربات المؤثرة التي برأيهم تكون درسا كما جاء عدد التعبير الترامب درسا باهظ الثمن للأسد ونظامه. سيناريو المطارات إلى أي درجة مطروح؟ سيناريو المطارات يكون يعني بقدر ما يكون مؤثر، يعني قد يكون المطارات التي هي قريبة من دوما والتي استخدمت لاستخدام الكيماوي أو الأسلحة الكيماوية والمطارات القادرة على توجيه ضربات بهذه الصورة، لكن المستهدف الرئيسي بده يكون فعلا الاماكن القريبه لاماكن تجمع وصناعه الاسلحه الكيماويه. انا اشكرك جزيلا من جده، كنت معنا دكتور هشام مروى عضو اللجنه القانونيه في الائتلاف الوطني السوري، شكرا. فاصل قصير مشاهدينا ونعود، ابقوا معنا.
أحييكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قتل 257 شخصا، وهي آخر حصيرة لضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت فوق مزرعة بعد قليل من إقلاعها من مطار عسكري جنوب الجزائر العاصمة. وأوضحت حصيلة الوزارة أن عدد الضحايا بلغ 247 مسافرا، إضافة إلى 10 من أفراد طاقم الطائرة التي كانت متجهة صوب مدينة تندوف. المزيد في تقرير الزميل حسام الأحبابي. بعد قليل من إقلاعها من المطار العسكري في بوفاريك صوب مدينة تندوف، تحطمت طائرة عسكرية جزائرية وعلى متنها أكثر من 250 شخصا حسب ما أفادت مصادر عسكرية وأمنية في العاصمة الجزائرية. الطائرة وهي من طراز إليوشن روسية الصنع سقطت في مزرعة قرب الطريق السريع فيما كانت ستتوقف في مدينة بشار قبيل توجهها إلى تندوف، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإجلاء الضحايا. وفيما أكدت مصادر عسكرية عدم وجود ناجين في الحادثة، قال الدفاع المدني أن أكثر من 250 شخصا ذهبوا ضحية الحادث، بينهم المزارع الذي توفي أثر إصابته بشظايا تنثرت من الطائرة المحطمة. في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلامية جزائرية أن أغلب القتلى عسكريون وأفراد عائلاتهم، حيث فتح الجيش الجزائري تحقيقا في الحادثة بناء على أمر من رئيس أركان الجيش الجزائري. أنا كنت يعني في المنزل تاعي، كانت الساعة الله أعلم 8 غير هكذا، سمعنا الانفجار هذا يا دوي كبير يعني. لما سمعنا هذا الانفجار كنت أنا واحد الجار، جينا بالسيارة نجروا هنا، عرفنا باللي دخان يعني كثيف. لما عرفنا بلي حادث تاع طياره ماشي تاع سياره ولا كيما نقولوا قاروره غاز، ولا جينا لعين المكان لقينا يعني جثث متراكمه، يعني ما نتكلموش واش كان الجثث قبل هذه، يعني لقينا كارثه، يعني كارثه كارثه كارثه، ما نتكلموش على واش شفنا. لقينا الطائره هذه ما قدرناش نلحقوا للطياره قبل، كانت الانفجارات، خفنا اللي تنفجر علينا الطياره هذه. الطائره كانت على علو 300 متر، فيما شوهد اشتعال للنار في الطائرة من قبل شهود عيان في منطقة سقوطها، حيث الطقس في منطقة بوفاريك وبوليدا غير مستقر ومضطرب منذ يومين، وكانت هناك رياح قوية وأمطار وقت سقوط الطائرة. وبوفاريك هي إحدى بلديات ولاية البوليدا جنوب العاصمة، وتبعد عن مقر الولاية 13 كيلومترا و35 كيلومترا عنها، كما تضم مطارا عسكريا. حادثة سقوط طائرة جزائرية تقل عسكريين ليست الأولى، بل سبقتها حوادث في شباط فبراير عام 2014، حيث قضى إثر سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية 77 شخصا بينهم عسكريون وأفراد عائلاتهم، عندما كانت تقوم برحلة بين مدينة تمن راس جنوب العاصمة الجزائرية وقسنطينة الواقعة شرقيها. كما شهد حزيران يونيو من العام الماضي مقتل 2 من طاقم مروحية تابعة لقوات الدرك الوطني الجزائري وإصابة ثالث إثر سقوطها جنوب غربي الجزائر. من الجزائر عبر الهاتف معي الصحفي زبير فاضل. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد فاضل. هل من معلومات إضافية، أي تطورات؟ وبغض النظر إذا كان في معلومات أو لا، ما العوامل التي نتوقعها، ما الاحتمالات كأسباب لهذا التحطم؟ مساء الخير لكل مشاهدي قناة الآن. أهلا وسهلا. بالتأكيد أنه الحصيلة النهائية اليوم هي 257 ضحية قتيلا، أغلبهم من العسكريين الذين كانوا يقلون الطائرة العسكرية من مطار بوفاريك نحو مدينة بشار. بالتأكيد أنه الأسباب الأولية تتحدث عن خلل في الطائرة التي تعد قديمة نوعا ما، فهي إليوشن AL-76، وقد تم تشييدها العام 1971، وهي بالتالي قديمة نوعا ما. وأيضا هناك حديث عن أنه العوامل المناخية أيضا لم تكن مساعدة في محيط مطار العسكري بفريق مع الرياح القوية. لكن قائد الطائرة الذي توفي في عين المكان مع تحطم الطائرة جنب كارثة حقيقية بتوجيه للطائرة نحو حقل، وجنب المناطق السكنية والطريق السريع. نعم،
بس تحطم عادي يعني بالأوساط كما تتابع سيد فاضل، ما في أي توقعات أخرى يعني، مجرد أنه طائرة قديمة، الطقس كان أيضا من العوامل كونه كان في رياح كتير وأمطار. هي حد الآن لجنة التحقيق التي تم تنصيبها من طرف نائب وزير الدفاع الوطني الجيد صالح في حادث هذه السقوط الذي يعد كارثة حقيقية في تاريخ الطيران الجوي الجزائري، لحد الساعة يتم ربطها بخلل تقني في الطائرة وبعوامل أيضا مناخية محيطة بهذه الرحلة التي كانت تقل أزيد من 250 راكبا على متنها. إلى الآن ننتظر أن يتم استخراج العلبة السوداء للطائرة وجمع كل البيانات المتعلقة بظروف الرحلة وبوضعية الطائرة أيضا. نعم، كله يتبين يعني كل التفاصيل كما قلت بعد إيجاد صندوق الأسود. شكرا لك من الجزائر الصحفي زبير فاضل. ونحن نتوقف مع فاصل قصير لنتابع بعده. فيسبوك تعلن مكافآت لمن يكشف عن إساءة استخدام للبيانات. أحييكم من جديد. أطلق موقع فيسبوك أداة جديدة تسمح لك بالتحقق مما إذا كان تم حصاد بياناتك من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا في التسريبات الأخيرة. وبدءا من يوم أمس بدأ مستخدمو فيسبوك الذين يبلغ عددهم 2,200,000,000 شخص في تلقي إشعار حول المواقع والتطبيقات التي تحصل على بعض من بياناتهم، وتحت عنوان حماية معلوماتك تم نشر رابط يتيح لك معرفة التطبيقات التي تستخدمها والمعلومات التي شاركتها معه. مع استمرار التداعيات المتعلقة بفضيحة بيانات كامبريدج أناليتيكا، تستمر حملة فيسبوك في محاولة السيطرة على الأضرار والصمود، فقد أعلنت الشبكة الاجتماعية عن برنامج جديد لمكافأة الأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن إساءة استخدام البيانات من قبل جهات خارجية. إذن نبقى في صدد التبعات الفضائح هذه التي طالت فيسبوك، وهناك خطوات عديدة يتخذها مسؤولو هذا الموقع. فيسبوك أكبر موقع للتواصل الاجتماعي، فيسبوك تعهد قبل بضعة أسابيع بتوسيع برنامج المكافآت ليشمل إساءة استخدام البيانات كجزء من خطتها للقضاء على إساءة استخدام البيانات عبر منصتها. وبالرغم من أن البرنامج لا يحدد مبلغ المكافأة الذي ستدفعه المنصة للمستخدمين، لكنها أوضحت أن المبالغ تختلف بحسب تأثير التقرير. واتخذت فيسبوك مؤخرا عدة خطوات أخرى لتعزيز خصوصية البيانات، إذ أغلقت الشركة الأداة التابعة لها المسماة Partner Categories، والتي تسمح للمعلنين باستهداف المستخدمين باستخدام بيانات الجهات الخارجية. وقيدت عمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق فيسبوك، وعملت على توفير أداة تحقق فرص جديدة، أداة تحقق جديدة لعرض الإعلانات السياسية على المنصة. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الهاتف من دبي جمال مرقة الخبير في المعلوماتية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جمال. طبعا هذه خطوة جديدة من فيسبوك، كيف ممكن أن نقوم بهذا، أن نكشف يعني إن كان من أجل حمايتنا وبلكي بنربح مكافأة؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. طبعا يعني اليوم اللي بنشوف هالمبادرات اللي عم تطلقها فيسبوك بتأكد انه اليوم ما في حل تقني ممكن يستخدم لحماية المشتركين بفيسبوك. عم بحاولوا يطوروا او يقدموا عدة مبادرات لزيادة حماية المستخدمين وخصوصيتهم، ولكن هذه المبادرات كلها صارت بجو انه طريقة يمكن انهم يدخلوا فيها المستخدم بطريقة استخدامه للفيسبوك واعلامه عن الطريقة اللي عم تستخدم في بياناته، بحيث انه يحاولوا يقللوا من الاضرار او تكرار ما حصل بالماضي. مهمة فعالة هذه الخطوة سيد جمال؟
يعني باعتقادي الشخصي راح تساعد انه يصير في استخدام افضل لطريقه دخول الناس للفيسبوك والبيانات اللي بيشتركوا فيها، ولكن بدون شك يعني حتى من اللقاءات اللي صارت مع الرئيس تبع فيسبوك امام الكونغرس بتبين انه اليوم ما في طريقه واضحه للحمايه الكامله للمستخدمين. اليوم المستخدم لفيسبوك عم بيحط بياناته ومعلوماته هو الان يعني بهذا الوقت هو زوكربيرج بالكونغرس بالجلسه. نعم نعم، ويعني كل يوم عم بتكشف شيء جديد، وزي ما بحكي يمكن المبادرات اللي عم تصدر والكلام اللي حدث فيه بالامس امام الكونغرس ببين انه فيسبوك بورطه كبيره، وبتصور انه لحد الان ما لاقيين الحل المثالي لانه يطمنوا المستخدمين انه في حمايه كامله لإلكم. نعم، هي مجرد محاولات بعده اتجاهات بيحاولوا يقدموها. نعم، يعني يعني هذه محاولات تبقى محاولات، خاصه انه لهذا انا كان سؤالي بانه هذا لن يغير من الموقف الرسمي من فيسبوك اذا صح التعبير، يعني هذا متعلق بالمستخدمين حتى لو كان يساعد قليلا، ولكن هذا ليس أكيدا ومربوط بأشخاص بخطوات يتخذها أفراد، مش مسيطر موقع التواصل الاجتماعي. إيه طيب دكتور سيد جمال، 100% يعني هذا إثبات يعني ودليل واضح، يعني حتى اليوم بدأت كثير من الحكومات تتكلم بهذا الموضوع إنه فعلا اليوم فيسبوك منصة مفتوحة صار في خارجة عن السيطرة، معلومات الناس موجودة فيها، وما رح يكون في حماية كاملة بحيث انه الانسان يقول انا بياناتي محمية. بتصور هذا صعب سيد جمال، يعني حتى بهذا الموقف اللي هو في فيسبوك وبهذه المحاكمات صعب السيطرة عن هذا الموضوع، او لن يكون من مصلحة فيسبوك ان تتم السيطرة؟ يعني تجاريا بدون شك هذه الاشياء اللي عم بضيفوها راح تاثر عليهم تجاريا بشكل كبير، لانه دخلهم له علاقه كبيره باستخدام بيانات المستخدمين، واليوم عم بيحاولوا يقللوا من استخدام او طريقه استخدام هذه البيانات، فحتى الناس اللي بيعلنوا معهم والناس اللي بيستخدموا خدمات فيسبوك تجاريا راح يصير استخدامهم لها مش بالفائده اللي كانت موجوده بالسابق. الشيء المرعب بالموضوع هو انه بس مش تجاريا، انه صار الموضوع سياسيا، يعني صار بياثر على انتخابات، بياثر على اراء الناس، على توجه الناس، فبتحسي وكانه مارد موجود حاليا ومش عارفين كيف يسيطروا عليه. الشيء طبعا المستغرب يمكن اللي كثير ناس كمان استغربوا فيه هو انه فيسبوك وصلت لمرحله انها تعترف بانها برايي انه عم بيعترفوا بانهم عاجزين عن السيطره وبانهم هم مقصرين وانه بدهم يحاولوا يوجدوا حلول تخفف من الأضرار، ولكن لوين رايح الموضوع بتصور كل يوم. بس هو واجب قانونا بفتكر، ما بعرف أحد ضيوفنا مرة قال بأنه واجب قانونا أصلا موضوع الاعتراف، يعني ما في جميلة. بدون شك بدون شك، يعني بس بقصد أنه كمان أنه هذا الاعتراف من رئيس الشركة بهذا الشكل السريع لأنه مسؤولين بالكامل عن ما حصل وانه راح يحاولوا يلاقوا حلول، هذا يعني بياخذ الموضوع بابعاد بتصور كثير كبيره تجاريا وحتى سياسيا، والايام الجايه بتصور راح نشوف تطورات كثير كبيره بهذا الموضوع. شكرا سيد جمال مرق الخبير في المعلوماتيه، كنت معي عبر الهاتف من دبي. أفادت تقارير بأن تعزيزات عسكرية ليبية كبيرة وصلت إلى مشارف مدينة درنا الساحلية شرقي ليبيا لتحريرها من القاعدة التي تنتشر فيها منذ عام 2011. قال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إنه للأسف المدة طالت لتحرير درنا، لكنه يعتقد أن هناك حلا سلميا يخفف نزيف الدم، مضيفا أن قواته تتبع أسلوبا معينا لمحاربة القاعدة التي تعد عدو الجميع. معي عبر الهاتف من بنغازي الليبية المحامي عصام التاجوري المتابع للشؤون الليبية. أهلا بك، أهلا بك معنا سيد عصام. ما المعلومات التي يمكن أن نعرفها من حضرتك سيد عصام، إن كان كتعزيزات ليبية أم كوضع داخل درنا، كيف هو خاصة بأنه نتحدث عن وجود القاعدة من 2011؟
مساء الخير، اولا تحيه لكم المتابعين الكرام. اهلا وسهلا. وضع مدينه درنا يعني زي ما يقولوا كتب عليها الله ان تكون في منطقه جبليه ذات طبيعه وعره من الناحيه الجغرافيه. بالتالي دأبت الجماعات الاصوليه ان تستخدم مدينه درنا التي محاطه بعديد من الجبال والاوديه والكهوف منذ ثمانينات القرن الماضي كملاذ آمن لعناصرها سواء للتدريب أو التأهيل أو تخزين عتادها والانطلاق منه لتنفيذ نذاك بعض العمليات ذات الطبيعة التي تهدد الأمن والسلم الدولة ليبيا تحديدا وحتى دول الجوار، بل بالعكس كانت هناك هي نقطة الانطلاق من درنا إلى أفغانستان، ومن ثم أصبحت نقطة انطلاق أيضا إلى حرب على العراق بعد ذلك سيناريو العراق، وأيضا أصبحت ملاذ آمن بعد 2011 لهذه الجماعات الأصولية، وانطلقت منها مجموعات أيضا من عموم ليبيا وشمال أفريقيا باتجاه صوب سوريا للمشاركة والعراق للمشاركة مع تلك التنظيمات هناك. حصل تجمع أو تنافر للمصالح فترة من الفترات ما بين ما يعرف بتنظيم الدولة من حيث الخلافة وما يعرف بتنظيم القاعدة، وحصل نزاع مسلح عنيف داخل مدينة درنا إلى أن استأصلت تمكنت تنظيم القاعدة من استئصال والفوز بالمدينة، وانقلب عدد كبير من كانوا يبايعون تنظيم داعش إلى صفوف ما يعرف بالقاعدة، أو أعادوا كما يسموا بالتوبة وتابوا إلى بيعة وولاية أيمن الظواهري كخليفة لهم. مدينة درنا مدينة صغيرة حقيقة، سكانها لا يحتملون هكذا معاناة عندما تختطف من هذه المجموعات الإجرامية التي الآن جزء كبير من عناصر الغير ليبية هم أيضا متواجدون. نعم هم قد لا تلتمسينهم في النظر بالناظر القريب داخل أزقة شوارع مدينة صغيرة، لكنهم موجودين في على تخومها في الجبال والوديان المحيطة بمدينة درنا. ما نعلمه جيدا بأن طبيعة وتركيبة درنا كهوية سكانية هي ما رعته القوات المسلحة العربية الليبية الجيش الليبي، لأنه حاول قدر الإمكان ولازال أن يحاول أن يحيد كثير من الشباب الذين يحاول إقناعهم الذين زجوا بهم بعقولهم أو تلعبوا بهم أفكارهم بشعارات الثورة والثوار، لأن وحدات كثيرة من القوات المسلحة العربية الليبية هي وحدات شاركت في الثورة، وإذا عناصر المدنية أيضا أخذت وتدربت وانضمت إلى الجيش الليبي، وهم فبالتالي يسقطوا هذه الحجة والكذبة والدعاية الإعلامية التي يرعاها تيار السياسي. كم عدد سكان دارنا سيد عصام والقاعدة الموجودة هناك؟ نعم عود السؤال معلش. كم عدد سكان دارنا سيد عصام؟ يعني اعتقد انا تقريبا هو ما يتجاوزوش ال 100,000 نسمة تقريبا يعني. طيب. لكن طبيعة المنطقة صغيرة يعني طبيعة حتى التخطيط العمراني بتاعها صغير يعني متقارب جدا لبعضها يعني. نعم. شو الاحتمالات ليش القائد الجيش حفتر قال بانه في تعزيزات كبيرة طبعا، بس قال بانه نسعى او من الممكن ايضا وجود حل سلمي؟ كان يحاول قدر الامكان تجاهل هؤلاء الشباب الذين غرهم وكان عمليات البومبج كما حصل في بغازي. صوت غير واضح ابدا. اسرار النظام. نعم. طيب خلينا نجرب بس مره سيد عصام، تعليقك على ما قاله في فيما يتعلق بالحل السلمي حفتر. هو تحدث عن الحل السلمي يتعلق بالجماعات الشباب الذين انخرطوا الان وفهموا حقيقه وتتبنى لهم فكره بانهم يفهموا ان هناك معركه ما بين المتطرفين وليست هناك معركه ما بين الثوره وغير والثوار وغير الثوار تصور تيار الاسلام السياسي هذه الكذبه في مدينه بنغازي، بالتالي يعطي لهم فتره لان تتابعون الشان الليبي ترجون تيار الاخوان المسلمين الان يبارك عمليات الجيش التي حصلت في بنغازي ضد تنظيم الدوله، وهذا سيؤثر كثيرا في الشباب درنا الذين كانوا مغيبين عن هذه المعلومات بسبب التشويه الاعلامي للتيار السياسي. انا اشكرك التي يديرها جماعه الاخوان والقوان. شكرا. شكرا. من بنغازي المحامي عصام تاجوري المتابع لشؤون ليبيا. ونحن بقونا معكم لنتابع بعد فاصل قصير. لأول مرة منتدى المرأة العربية 2018 في جدة. أهلا بكم من جديد. تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منتدى النساء العربيات في إطار النسخة الرابعة من مؤتمر وجوائز أفضل رئيس تنفيذي، والذي انطلق يوم أمس الموافق 10 من أبريل نيسان ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. المزيد في هذا التقرير.
انطلقت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة فعاليات منتدى النساء العربيات Arab Women Forum في نسخته الأولى هذا العام ضمن مؤتمر أفضل رئيس تنفيذي الذي يعقد في كل عام. وتأتي إضافة منتدى النساء العربيات سعياً إلى تمكين المرأة في قيادة الأعمال وتعزيز ودعم الأدوار المتنامية للمرأة العربية للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. راح أتكلم اليوم عن التحول اللي بيصير في سوق العمل مع التغيرات في التكنولوجيا والارتفيشال انتليجنس. بيقل نسبة الناس اللي بيدخلوا دول يعني سوق العمل من البداية، فهل نستطيع أن نعوض المرأة عن دخولها لسوق العمل بالطريق الانتربرينورشيب ولا لا؟ ايش هي المعوقات المصاعب اللي حتواجهها وايش الاشياء اللي ممكن تجيها يعني مو فقط في من الناحيه الماليه لكن ايضا من الناحيه القياديه عن طريق انها تكون سيده اعمال في ستارت اب وتبدا بطريق مختلف تماما عن اللي اعتدنا عليه اللي هو تبداي في الشغل وتستمري في نفس العمل لمده 30 سنه. ناقش المنتدى التحديات المجتمعية التي تواجهها المرأة في مجال الأعمال وتطرق في جلساته إلى مواضيع عدة أبرزها الثورة الاقتصادية ورواد الأعمال والاقتصاد الجديد القائم على المجتمع إضافة إلى صورة المرأة العربية والتمثيل السياسي. 60% طبعا زي ما احنا عارفين من خريجات الجامعة هم من النساء. اليوم دور الدولة دور كبير، فالدولة عليها أن تعزز الأنظمة اللي حتحمي المرأة عند خروجها، ولكن هنا الحماية ليس أنه حمايتها زي ما الرجل يفتكر، ولكن هي حمايتها ليصبح لها نفس الفرص في سوق العمل مثلها مثل الشاب. وبعدين شوي شوي بداية من الوظائف القيادية، يعني كما تحدثت اليوم أنه من الأشياء العظيمة اللي أصبحت اللي نراها اليوم أنه وظيفتين قيادية في المملكة العربية السعودية عالميا مو معروف فيها النساء، وظيفة الأخت سارة السحيمي في الستوك ماركت ووظيفة الأخت ديما اليحيى في ديجيتايزنج السعودية. هذه وظائف أصلا عالميا حتى ما فيها نساء، فتصور أنت لما بديت في المستحيل خلص الباقي إن شاء الله يبغى إن شاء الله يمر. شارك الحاضرون في مناقشات مفتوحة حول الفوائد الواسعة التي يمكن تحقيقها من إدراج النساء في القوى العاملة في البلدان العربية بما في ذلك تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة والحد من البطالة وفتح الفرص الوظيفية لهن. طبعا هذا المؤتمر جدا جيد بالنسبة لطالباتي اللي جبتهم معايا اليوم، لأن هم رح يشوفون ويسمعون أشياء كثيرة عن المرأة وكيف أنه نحسن مكانتها في المجتمع، نغير أيضا الرأي العام العالمي الرأي العام الدولي بالنسبة لها، كيف نكسر الجلاس سيلينج ونخلي البنات أنهم يعني يخرجون من دوامة كانت موجودة ويتطلعون إلى مستقبل راقي. يأتي هذا المنتدى في سبيل تفعيل دور المرأة في السعودية ودعم لمسيرتها المهنية لتحقيق أعلى مراتب القيادية في قطاع الأعمال. لأخبار الآن عماد فؤاد، جدة. اليوم يوافق 11 من أبريل نيسان وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم كل عام باليوم العالمي لمرض الباركنسون. لماذا سمي هذا المرض بالباركنسون ولماذا لم نجد العلاج بعد لهذا المرض؟ يحتفل إذن العالم اليوم بتاريخ 11 من نيسان أبريل من كل عام باليوم العالمي للباركنسون وهو يسمى أيضا شلل الرعاش. يعد فرصة مهمة هذا اليوم لتعزيز الوعي حول هذا المرض ولإظهار الدعم للمصابين والذي يعانيه حوالي 7 ملايين شخص في العالم. تعود تسمية مرض باركنسون للدكتور جيمس باركنسون الذي اكتشفه عام 1817. يعد من الأمراض الشائعة لدى كبار السن حيث تبدأ الأعراض السريرية بالظهور عادة ما بين سن 40 إلى 60 سنة. تصل معدلات الإصابة به بين 12 إلى 20 حالة لكل مليون شخص سنويا في أنحاء العالم. عوامل الخطر للإصابة بداء الباركنسون تشمل السن، نادرا ما يصاب الشباب بداء الباركنسون إذ يظهر عامة في منتصف العمر وفي سن الكهولة. الوراثة إذا كان في العائلة قريب أو أكثر
مصابا بداء باركنسون فإن خطر الإصابة به بهذا المرض يزداد. الجنس، الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون من النساء. تعرض للسموم، تعرض متواصل لمواد قتل الأعشاب والمبيدات الحشرية يزيد قليلا من درجة خطر الإصابة بباركنسون. تختلف الأعراض إذن التي تصاحب مرض باركنسون من شخص إلى آخر، وقد تكون الأعراض الأولية ضمنية دون أن يكون بالإمكان ملاحظتها طوال أشهر عدة، وتشمل أعراض داء باركنسون. تشمل أعراض داء باركنسون الارتعاش أو الرعشة التي تبدأ غالبا في إحدى اليدين، بطء الحركة، التيبس في العضلات وهو غالبا ما يظهر في الأطراف وفي مؤخرة الرقبة، فقدان الحركة اللا إرادية، تغيرات في الكلام. فالقسم الأكبر من مرضى باركنسون يعانون صعوبة في التكلم، وقد يبتلع جزءا من الكلمات بين الفينة والأخرى. وأخيرا من الأعراض التي تصاحب المرض الخرف، ولم يتوصل العلماء حتى الآن لماهية علاج الشلل الرعاش والذي يتسبب اكتشافه المبكر في القدرة على السيطرة عليه بصورة أفضل. نتحدث أكثر عن هذا اليوم العالمي دكتور خالد الصفار، اختصاصي معي عبر الهاتف من دبي، اختصاصي أمراض الدماغ. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور خالد. مع كل التطور في القطاع الطبي في العالم، لماذا لا يوجد بعد علاج للباركنسون؟ هو طبعا من الأمراض اللي هي صعب تحديد بدايتها وصعب تحديد السبب، يعني حتى الأسباب اللي ذكرتها حضرتك هي أسباب يعني تكون عند بعض الناس ليس عند كلهم. بعض الناس عندهم مثل تفضلتي بالوراثة، والقسم الآخرين كلا، وقسمي وهناك قسم نادر قد يكون في صغار السن، يعني وهو قليل هذا جدا. لكن المهم أنه هذا يعني أنه لا أحد يعلم السبب الرئيسي وكيفية الوقاية من هذا المرض وما هي الإجراءات، وصرفت أموال كثيرة في مستوى على مستوى دول كبرى حتى تخلي العلاج يتوفر أو ولم يحصل هذا الموضوع. هناك عقاقير، هناك أدوية تؤخذ لسبب لتعالج الرعشة ولتعالج التيبس ولتعالج بطء الحركة، وقد تكون مفيدة لفترة من الزمن، لكن بالنهاية هو يزداد المرض ويتطور ويكون أشد ويكون العلاج صعب. ومثل ما تفضلتي موضوع الخرف مهم، لأن هذا يكون عالة اجتماعية وتكون عالة على الدول لصرفيات كبيرة على المؤسسات التي تعنى بهؤلاء الناس اللي هم يكونون معاقين تقريبا. فلذلك الدول وكل الناس يحاولون أن يجدون علاج ويصرفون ويسوون جمعيات وحتى يشغلون هذا القاطع من المجتمع اللي يصل إلى ملايين. طيب يعني لازم متوفر. نعم مش متوفر علاج. من لا توجد لديه الوراثة بهذا الموضوع، ما في حالة وراثة، تقول بشكل كبير يعني نادر أن يصاب أي شخص من العائلة فيما لو لم يكن لديه وراثة بهذا الموضوع بمرض الباركنسون، أو مش بالضرورة؟ لا لا مش بالضرورة نهائيا، يعني في عوائل كثيرة بها شخص واحد عنده باركنسون وكل الناس ما عندهم، ما لها علاقة بالموضوع يعني. طيب من لديه الوراثة بالنسبة؟ هم في أمر صغير مرات اللي يصيرون عندهم بعض خطأ في أو خلل في التمثيل، المعادن مثل اللي يصير عندهم خطأ في خلل في تمثيل النحاس، ويترسب النحاس في البيزل جانجليا في الدماغ ويسموه إحنا عندنا ويلسون ديزيز، هذا بوراثة ويصير في عمر صغير طبعا، في عمر الطفولة وعمر بداية الشباب ممكن تظهر علامات الباركنسون عند ناس اللي عندهم وراثة في تمثيل النحاس بالجسم. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور خالد الصفار، اختصاصي أمراض الدماغ، كنت معي من دبي، شكرا. خلصت دراسة حديثة إلى أن المواظبة على غسل الأسنان بعد الانتهاء من تناول كل وجبة مباشرة وخلال أقل من نصف ساعة يؤدي إلى تدمير مينا الأسنان، خصوصا إذا كانت الوجبة تحتوي على مواد حمضية. يهدف خبراء التجميل لابتكار منتجات للحفاظ على البشرة ومكافحة التجاعيد بشكل نهائي. يستخدم أطباء التجميل حقن حمض هيالورونيك أسيد لإخفاء علامات تجاعيد البشرة ولجعلها أن تبدو أصغر سناً
المختصة بالملف الصحي في غرفة أخبار الآن زميلة عبير عبد الله، التقت بأخصائية الجلدية والليزر طبيبة إيمان فتحي. مساء الخير دكتورة. دكتورة حابة اليوم تحكينا عن حقن الهالورونيك أسيد، نسمع عنها ونقرأ عنها ولكن ما نعرف إيش الفوائد الجمالية اللي ممكن تخص البشرة أو الجسم في هذه الحقنة. حقن الهالورونيك دي المادة المكونة لمادة الكولاجين في الجسم. طبعا احنا عارفين ان الكولاجين ده شيء اساسي جدا في جسم الانسان، في كل الجسم وبالاخص الجلد. كل ما يكون عندنا كولاجين طبيعي بسماكة معينة بتركيز معين بتحافظ، بتدي نضارة، بتدي سن اصغر للجسم. مع العمر بنفقد الكولاجين، بنفقد السماكة بتاعت الكولاجين ومرونة، وبالتالي مرونة الجلد، لان بنفقد كمان الخلايا الالاستيكية في الجلد، الخلايا المرنة. حقن حقن طبعا مفيش حقن كولاجين، في حقن الهايالورونيك اسيد اللي حمض الهايالورونيك اللي بتساعد على تحفيز الكولاجين الطبيعي في جسم الانسان. دي بتدينا نضاره، بنعمل بيها كذا حاجه الحقيقه على حسب نوعها وعلى حسب حجم جزيئاتها. اذا كانت الجزيئات كبيره بنستخدمها في بنسميها الحقن المليئه، بنملى بيها الخدود او الخطوط سواء كانت خطوط الرفيعه او العميقه، بنعيد استدارة الذقن أو استدارة الوجه، تحديد ذقن نعمل بها ذقن نفرتيتي، نملى ملء الشفايف، أو عموما للجلد ككل في استخدام الحقن الهيالورونيك أسيد الصغيرة صغيرة الحجم لاستعادة نضارة الجلد ككل. ممكن نحقنها في كل البشرة، الرقبة، الإيدين. بتعاد طبعا على حسب احنا عاملينها فين، في اي مكان. في حاجات بنعملها كل 6 شهور او 9 شهور، في حاجات بتعمل شهريه لمده 3 شهور ككورس وبتتعاد تاني بعد سنه او بعد 6 شهور. نجح شيف سوري في ان يضع بصمته بين اشهر الطهاة في العاصمه الفرنسيه باريس. قصه محمد الخالدي هي احدى قصص النجاح التي حققها سوريون في بلاد اللجوء. لم يستسلم هذا الشاب للياس وحول معاناته إلى نجاح، فباتت صوره على متحف اللوفر. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. محمد الخالدي شاب من سوريا، عانى الكثير قبل وصوله إلى فرنسا. يعمل هذا الرجل في الطبخ، بات من أشهر الطباخين في العاصمة باريس. هنا في إحدى الفعاليات يشارك محمد بتقديم وجبات متنوعة وأطباق مختلفة. ابتعدت الطبخ من أكثر من 22 سنة. اليوم الحمد لله بنافس أهم شيفية موجودين بفرنسا بعالم الجاسترونوميك، الأكل الفرنسي. شيفية معهم ميشلان ستار. بنعمل نحن وياهم كولبريت، بنعمل منيوهات فرنسية سورية، بشتغل مع أهم وكالات بالعالم. قصة محمد لا تختلف عن قصص السوريين في أوروبا، أغلبهم وصل هنا بحثا عن مكان آمن ومستقبل أفضل بعيدا عن المعاناة، فكان له تجربته من الألم ومخاطر رحلة اللجوء. شوف الرحلة كلها كانت مؤلمة، يعني مو بس لحظات، يعني الرحلة من بدايتها لنهايتها هي عبارة عن ألم. أنت أصعب شيء لما يجي ابنك يعني يقف قدامك بنص البحر ويطلب منك أكل وأنت لا معك أكل ولا معك مي، وأنت واقف بعالم مجهول. شوف يعني أنت عم تتخيل لحظة أنه أنت عم تدفش عائلتك وحياتك كلها وماضيك ومستقبلك كله على الموت. يعني أنت كان خيار رحلة البحر خيار صعب جدا. فأنت لما تكون عايش جوات اللحظة أو جوات المرحلة، كان ألم كبير علي يعني، وخصوصي انه نحن عم بينقلونا كانوا من مركب لمركب، وشوفوا اولادك عم بينزتوا مثل كياس البصل. يعني كانت لحظه مرعبه، يعني مرعبه مؤلمه جدا، ولحد هلا على فكره يعني انا بحاول طالع اولادي من هي الذكريات المؤلمه، وحتى طالع نفسي يعني، بس اني اصعب عليهم نحن كبار بنقدر نتحمل هذا الشيء. يعني لم يكن امامه الكثير من الخيارات، اما النجاح والبحث عن تحقيق احلامه او الاستسلام للياس والإحباط، فاختار التغلب على اليأس. طموحي كان كبير. مرة ماشي أنا وزوجتي قدام متحف اللوفر، يعني نحن هلأ بحديقته عم نصور، فكان في صور على باب متحف اللوفر، فعم بسأل زوجتي تتخيل بيوم أني أنا تشوفي صورتي هون موجودة على الباب. فأنه مثل باب المزح يعني ضحكت ودفشتني، قالت لي أنه أنت كثير يعني متأمن وعم تضحك.
من اللحظات الحلوه بحياتي. يعني عندي صديق فرنسي بعث لي صورتي بعد 40 يوم تقريبا، صورتي معلقه على باب متحف اللوفر، فكان شغله كثير كبيره. فوقت اخذت زوجتي واولادي كان الساعه 11 بالليل ونزلنا شفناها الساعه 11 بالليل. يبذل كل جهده ليكون سفيرا لبلاده بنجاحه، يؤكد ان الفضل الاكبر يعود لعائلته التي ساندته دوما، ولبلدية باريس ومنظمات دولية دعمته ليصبح من أهم الطباخين وأشهرهم في عاصمة النور. يمن شواف، أخبار الآن. واصل محمد صلاح النجم المصري إبداعاته بتسجيله لهدف لفريق ليفربول في شباك مانشستر سيتي ليقود الريتس للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ويعيش صلاح موسما استثنائيا حطم فيه العديد من الأرقام القياسية، ما دفع الصحف العالمية لدعمه للحصول على جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي. ومن غيره، النجم المصري محمد صلاح مجددا ينجح في صنع البهجة لليفربول بعد تسجيل هدف التعادل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. محمد صلاح تفوق على نظيره كيفن دي بروين في المواجهة الأوروبية بين الثنائي في دور الأبطال ليمنح المصري الأفضلية لليفربول على حساب مانشستر سيتي بنتيجة إجمالية 5-1. محمد صلاح ساهم في مباراتي الذهاب والإياب بتسجيل هدفين وصناعة هدف آخر ليكون عنصرا فعالا في تأهل ريدز لنصف نهائي، بينما قيد دي بروين ببعض الأدوار التكتيكية. وظل السؤال عمن يحصل على لقب اللاعب الأفضل بين الثنائي في إنجلترا هذا الموسم معلقا، ولكن بعد مباراة الأبطال بدأت الصحف العالمية ترجح كفة صلاح، بالرغم من كون المباراة لا تتعلق بشكل مباشر بالمنافسات المحلية في إنجلترا، إلا أن مشاهدة الأدوار التي قدمها الثنائي في مواجهة مباشرة بينهما ومساهمة النجم المصري الفعال مع الريدز أعطت لصحافة الإنجليزية دافعا للحديث عن هذا الأمر بعد اللقاء. وذكر موقع NBC أن محمد صلاح أصبح أكثر قربا لتحقيق لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد التفوق على دي بروين في المواجهة المباشرة بين الثنائي. وعلى صعيد الأرقام، ذكرت شبكة أوبتا العالمية أن صلاح ساهم في 50 هدفا في مختلف المسابقات في الموسم الحالي، إذ سجل 39 هدفا وصنع 11 هدفا آخرين. وأشارت إلى أن النجم العربي يتفوق تهديفيا على أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي ب11 هدفا. على وقع أكروباتية هدافع التاريخي كريستيانو رونالدو الأسبوع الماضي، يستقبل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الأخيرين يوفنتوس الإيطالي الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، معولا على فوزه الكبير ذهابا بثلاثية نظيفة. إلى ذلك يبدو بايرن ميونخ الألماني في موقع الأفضلية لبلوغ المربع الأخير عندما يستقبل إشبيليا الإسباني بعدما أسقطه ذهابا بهدفين لهدف، ويتطلع رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى مواصلة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية والتسجيل في 10 مباريات متتالية في المسابقة القارية الأولى. أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن الياباني نوناكا والذي يبلغ 112 عاما هو أكبر رجال العالم سنا، ولد في 25 يوليو تموز عام 1905، أي قبل شهور من نشر نظرية النسبية الخاصة للعالم ألبرت أينشتاين، وبذلك يحمل نوناكا اللقب خلفا للإسباني فرانشيسكو أوليفييرا الذي توفي هذا العام عن عمر يناهز 113 عاما. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، تواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر ومتابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. وأنا أشكركم دائما من استديوهاتنا في دبي على المتابعة.